بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في تغطياتنا الحصريه والمستمره لبطوله افريقيا لابطال الكؤوس رجال وسيدات لكره اليد، والتي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره وايضا صاله الشهداء. النهارده طالعين مع حضراتكم عشان نغطي مباراه فريق كره اليد للسيدات. النهارده بيلعب قارة الكونغولي في اخر مباريات دوري المجموعات. المباراه مهمه جدا، المباراه النهارده الفائز منها سيتاهل للدور الربع النهائي. نادي الاهلي النهارده بيبذل كل جهده، الفريق مش سهل، فريق قوي. خلينا اقول ان نتائج الفريق بسرعه، الفريق لعب 3 مباريات حتى الان، هو في مجموعه بضم من 5 فرق، لعب 3 مباريات حتى الان، لم يوفق في الثلاث مباريات، لم يوفق امام بريميرو الانجولي ولم يوفق امام هيريتج الكونغولي ايضا ديناميك الكاميروني. خلينا اقول لكم ان فريق قارة الكونغولي تعادل مع الفرقتين اللي فازوا على النادي الاهلي سواء ديناميك او هيريتج، فاذا النهارده هو المباراه اللي هيفوز بيها هيتأهل مباشرة إلى دور ربع النهائي. قبل ما نتناول المباراة بالتحليل الفني المطلوب كما عودناكم، أحب أرحب بضيوفي طبعا كباتن مصر وكباتن النادي الأهلي لكرة اليد السابقين. معانا الكابتن أميمة نسيم، أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا كابتن، منورانا للمرة الأولى بقناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. معايا ومعاكم طبعا الكابتن نجلاء رمزي، نجمة النادي الأهلي السابقة ومنتخب مصر. أهلا بك يا كابتن، منورانا في الاستوديو ملوك الصلاة المرة الأولى. يعني أجي الكابتن أميمة، حضرتك حضرت المباريات بالطبع، حضرتك قريبة طبعا كرة اليد ومتابعة الماتشات. تقييمك للبطولة الفني وتقييمك للاعبين أو اللاعبات في أدائهم خلال 3 مباريات اللي فاتوا. هو حتى الآن البطولة ماشية كويس، بالنسبة للبنات بتوعنا كويسين، بس أنا مش عارفة ليه عملية الخوف، لأن دول منتخب مصر الناشئات وحاصلين على بطولة أفريقيا لمدة سنتين، فالمفروض يكونوا أقوى من كده وما يهبوش الماتشات، لأن هما دخلوا أفريقيا ودخلوا كأس عالم. دخلوا الناشئات يا فندم، بس كناشئات يعني هما مواليد 98 و2000 لعبوا فعلا وخدوا أفريقيا وكسبوا أنجولا في النهائي وكل حاجة، ولكن على المستوى الكبير أو السيدات الموضوع بيختلف. ما هي دي المشكلة. بس بالمنظر اللي احنا شفناه بالبنات، إن شاء الله في خلال سنتين ثلاثة لو استمر الاتحاد الاهتمام بالبنات ممكن نعمل نتائج كويسة مع الفرق الكبيرة. تالي يعني دكتوره منى عضوه مجلس اداره الاتحاد، ايوه، بذله مجهود كبير ودايما بنشيد بيها في الاستوديو الحقيقه، لان هي صاحبه الفكره او صاحبه الشراره الاولى زي ما بيقولوا لعوده الاهتمام مره اخرى بقطاع الناشئات والسيدات. بتهيألي لو الفريق ده كونوا منه فريق 98 و2000 كونوا منه النواه الاساسيه لمنتخب مصر وتم رعايه هذا المنتخب بشكل جيد، بتهيألي هنشوف الكلام ده، يعني هيبقى في الاتحاد بيرعى جيدا ونادي الاهلي بيرعى الفرقه كمان، فيبقى احتكاك من ناحيتين، بتهيألي في الاخر هنشوف مستوى جيد ان شاء الله، لان منى كانت زميله لنا في الملعب، فاحنا طالعين مع جيل واحد، اهتمامها للهاندبول كويس جدا ومصممه ان توجد قاعده بنات هاندبول، فان شاء الله هي مستمره وهتستمر في الاهتمام بيهم. ففي خلال سنتين ثلاثه لو استمر الاتحاد بالاهتمام، اتحاد كامل وليست منى اللي بتحارب لوحديها، اتحاد كامل، البنات دول في خلال من سنتين لاربع سنين هيكون لينا شأن تاني على المستوى الافريقي. واللي اكد كلام حضرتك يا فندم انه المميزات الحقيقه في الفريق حتى الان هم المواليد 98. أيوة. يعني هم اللي ظاهرين، هم اللي بيلعبوا وما عندهمش قلق وبيخشوا لان هم احتكوا كاس عالم واحتكوا. أيوة. يعني افهم من كلام حضرتك الاهتمام، حضرتك الاهتمام يعني ايه؟ يعني حضرتك برضو حته الناس بتقول اهتمام، لازم نبين للناس ايه المقصود بمعنى اهتمام لفريق كرة اليد للسيدات في مصر أو فرق كرة اليد للسيدات في مصر أو عموما البنات. الأهالي دلوقتي بقت بتهتم أن أولادها يلعبوا رياضة، يبقى لازم الاهتمام يجي من الاتحادات، من اللجنة الأولمبية أو أي مسؤول رياضي في مصر. أوفر تدريبات، معدات، معسكرات خارجية، لأن هو ده اللي هيرفع مستوياتنا. إنما أني هقعد ألعب لوحدي هنا ألعب أندية مصر ما هياش اللي هتوصل، في أندية كويسة قوي، في نص، في أقل، لكن لا، احنا عايز اضرب مع المنتخبات الكبيره، مع فرق انديه بره زي الاهلي ما كان زمان بيعمل، فكانت جميله. يعني احنا منتخب 78 لما سافرنا المانيا ما كناش مصدقين ان منتخب مصر فيه بنات دوله افريقيا، بنات تيجي تلعب هاندبول، وعملنا نتائج كويسه مع البوليس الالماني ومنتخب المانيا به، فهو ده الاهتمام اللي يبدا. تمام. طب كابتن نجلاء، تقييم حضرتك للبطولة، تقييم حضرتك لأداء البنات خلال البطولة، يعني ادينا كده يعني نبذة سريعة. أنا للأسف اتفرجت على الماتش الأولاني، بس أنا حاسة البنات خايفة، بعدين لو بصينا الفرق، يعني بص أول ماتش كان في عندي نتيجة، عندي 25 ل 20 وعندي 23 22، يعني فرق جول. البنات خايفة مش عارفة ليه،
وبعدين اعتقد اننا لازم يبقى في حد نفساني، دي اهم حاجه في اي حته، ان هو يشجع ويكلم بطريقه بحيث ان النفسيه. طب رأي حضرتك الخوف ده هل نتيجه قله الاحتكاكات؟ طبعا طبعا. يعني انا عكس أميمة، انا نفسي نبتدي بالقاعده عندنا في مصر، عندنا كام نادي بيلعب هاندبول؟ لازم نوسع قاعده لبقى اكتر من كده. كسيدات لازم نوسعها، لازم نعمل قاعده كبيره عشان ينقي منها ناس، اكيد هتلاقي فرق احسن ونعمل فرق هتبقى في مضاربه اكبر. نعم. وبعدين نبتدي نختار للفريق القومي بتاعنا. يعني حضرتك رايك ان مش بس الاهتمام هو اللي ممكن يعلي المستوى او الاعدادات؟ يعني كابتن أميمة قالت حته مهمه، ان الاعداد الخارجي، الاعداد بيبقى خطين متوازيين، المنتخبات والانديه. صح. والنادي الاهلي قايم بدوره، واكبر دليل على ده النهارده تنظيم بطوله افريقيا. بس النادي الاهلي حط جنبه مثلا سبورتنج، حط جنبه الزمالك، طب فين الجزيره؟ صحيح. كان في عندنا زمان الجزيره، سموحه برضه. سموحه بدأوا شويه ولا لسه؟ بدأوا شويه. لا احنا عايزين، كان زمان في الاسكندريه كان في اكتر من كده، وكان في مصر في اكتر من كده، كان في هوليود وفي هليوبلس. فين هليوبلس دلوقتي؟ والطيران. فلازم الفرق دي، النوادي دي تعمل فرق بتاعه الهاندبول. من هقول لحضرتك لو في منتخب قوي وشافوا ان في طموح للاعبات انها توصل، تهيألي الانديه هترجع تاني النشاط ده. متهيألي بس احنا برضه لازم الانديه تبتدي، لازم الانديه تبتدي، ولازم الدوري يبقى دوري قوي وسخن كده، ويبقى فيه مميزات اكتر وفيه حماس اكتر، بحيث ان يبقى عندنا فريق قومي احسن. طب تردي على اللي بيقول ان كره اليد لا تناسب السيدات في مصر، تقولي لا؟ ترد عليه تقولي ايه؟ لا طبعا ما ينفعش السؤال ده، ما يبقاش عندك. لا طبعا ما ينفعش، ما يجيش هنا، ما ينفعش حضرتك، ما يجيش هنا حضرتك وكابتن أميمة موجودين معايا النهارده. لا السؤال ما يجيش وما سمعتش اجابه. لا بقول لحضرتك ايه، انا سمعت كلام وقريت كلام طبعا، ببقى حزين عليه الامانه، لان هو لازم الناس تكون زي ما بيقولوا داعمه بشكل كبير. صح. انا عايز اسمع رد حضرتك على حاجه زي كده. لا طبعا الهاند بول اي لعبه بتنفع الستات والرجاله، وبالعكس الستات هتبقى احسن من الرجاله. انا طيب راي حضرتك ان احنا عندنا بنتين من النادي الاهلي محترفين في فرنسا، الناس ما تعرفهمش، مروه عيد ورحاب جمعه، وبيلعبوا في الفيرست ديفيجن في الدوري الفرنسي. طيب. منهم نصرة، مروه اخت نصر، نصر عيد، نصر عيد بتلعب في نيس الفرنسي، يعني واحد من اكبر الدوريات في اوروبا مش فرنسا. هو بص حضرتك طبعا حته الستات والرجاله دي في برضه لسه عنصريه صغيره. لسه تلاقي في عنصريه. لا احنا ما عندناش عنصريه خالص. احنا طبعا ما عندناش عنصريه خالص. لا طبعا، بس هو يعني انا بقول ان الهاند بول والفولي بول في ستات، وستات بتلعب حلو جدا، وايام زمان كان عندنا ناس بتلعب جميله جدا. و يكفي ان حضرتك وحضرتوا ومثلتوا مصر سنين طويله وعملتوا نتائج جيده الحمد لله، ولابينا هم احتضنونا كابتن ناديه شريف موسوعه الرياضه في مصر، وبعديهم ناديه الزمر وعفاف موافق، جيل كامل، مديحه حمدي، هيليوبلس، سلوى ابو النجا الله يرحمها، سوفي ثروت الله يرحمها برضه، ففي مجموعه كبيره يعني جدا. جزيره بنتكلم على ليديز، احنا بنتكلم كمان على ليديز. صح. مش بنتكلم عارف حضرتك انا ردي ايه مثلا على الحاجات دي؟ اقول لحضرتك احنا الاسكواش مثلا لعبه احنا اسياد العالم، رجال وسيدات، مفيش حاجه اسمها رجال وسيدات، احنا اهتمام هنعمل نتيجه. صح. لانه انا دايما ليه بحب اصير الموضوع ده؟ لان انا ما بحبش نبره لا النادي الاهلي كان ممكن يعمل ايه؟ كان يقول لك يا عم انا هشارك ليه واعمل ايه؟ انا عم كده بطل مصر 30 سنه، انما النادي الاهلي اخد دوره في الظروف دي وقال لك لا انا لازم. صح. اوصل السيدات للمكان الذي او الذي يليق بالسيدات. صح. ونظم بطوله افريقيا بطل الكؤوس والواقف ورا البنات، ومع وعد باستمراريه المشاركه. وتهالي يا كابتن هي دي، هي ده الاهتمام ولا في يعني النادي الاهلي بنسبه كبيره؟ المطلوب بعد كده بقى من الاتحاد، مطلوب من وزاره الشباب والرياضه. صح. افتح مجالات، يعني زي ما كابتن نجله بتحكي، انا يعني فين بنات بورسعيد؟ نعم. بورسعيد طلعت لنا مجموعه جامده جدا. فين بورسعيد ولاد وبنات؟ صحيح. رجال وسيدات مش موجودين. الصعيد يعني احنا لو هنتكلم، ما هو تهاني توصل من الصعيد. صحيح. يعني في امكانيات لازم نوجد لها طريق ده انها الصعيد تطلع ده ثلاث ارباع مصر. بالظبط ثلاث ارباع مصر، وهتلاقي فيه قوه بدنيه فظيعه، وجديه والتزام وكل حاجه. يعني انا شايف ان الصعيد لو يعني لقى الاهتمام المناسب
انا أيوة. واحد مؤمن بالصعيد، مؤمن بصعيد مصر بشكل ان صعيد مصر هو ممكن يكون يعني زي ما بيقولوا اللي بيفرخ ابطال أيوة. بشكل كبير جدا أيوة. حتى في كره اليد، حتى الصعيد دلوقتي انا بيجي لي تليفونات أيوة. من ناس واصدقاء كتير، حتى الكره يعني نشاط السيدات ونشاط البنات في طفره جامده جدا، في بدا الاهتمام فيه هناك. طب يبقى لازم يوجد، ابص الاقي ان بعمل هذا المجهود صح. الاقي بقى المجهود بتاعي، الاقي ويندو اخرج منها ويندو اخرج منها ويبتدي يدخلوني الدوري. بس هي المشكله برضك المسافات بتاعتهم، معلش ممكن نعمل هنا مناطق. انا بقى مثلا مناطق. نعمل مناطق وبعدين بعد كده نعمل الجمهوريه في المناطق، يعني ابتديها بس سنتطين كده، حاجات صغيره، مناطق صغيره، وبعدين نجمع في الاخر بطوله الجمهوريه، بس نبتدي. طيب احنا اتكلمنا كده بشكل عام يا كباتن عن كرة اليد والبطولة وقوتها والاستعدادات وازاي ننهض بهذا الجيل. هنخش في مباراة النهاردة اللي هي الحدث الأهم. النهاردة النادي الأهلي بيلعب كارا الكونغولي. النهاردة اللي هيكسب اوتوماتيك على طول بيتأهل رابع مجموعته عشان يلاقي الأول هناك، ومحدش يعرف بيحصل ايه اللي ممكن يحصل في دور الثمانية. شايف المباراة النهاردة ازاي؟ في ضوء ان كارا تعادل مع الفرقتين اللي كسبونا، مع هيريتج الكونغولي وتعادل مع ديناميك الكاميروني، شايف النهارده فرصنا او حظوظنا في المكسب يا كابتن؟ ان شاء الله هنكسب لسبب بسيط، خلاص هما رجليهم ثبتت في الملعب وانا خسران 3 ماتشات، يبقى حياه او موت زي ما بيتقال، يبقى لازم اكسب. البنات خلاص امكانياتهم عرفوا واتفرجوا عليهم، فانا هعرف البنت دي بتلعب ازاي، بتشوت ازاي، الاجوان بتاعتنا حلوه جدا، بتعرف بردك تظبط نفسها على المرمى، فلا ان شاء الله هيحصل نتيجه كويسه النهارده. وخليني اقول لحضرتك برضو انه كان الاول عندنا فقر في المعلومات عن الفرق. ايوه صح. يعني برضو عايز اخد كابتن نجلاء، يعني في اول البطوله يمكن لما تكون داخل على بطوله ما عندكش معلومات عن الفرق. ما عندوش اي فكره عن اللاعبات ولا مين كويس ولا فانت عندك كده سلاحين ضدك. صح. فقر المعلومات عن الفرق الثانيه والسكاوتنج والاستاتستكس عن الفرق الثانيه زاد حمى البدايه. حمى البدايه. شايفه ده النهارده اخباره يا كابتن؟ هو احنا ان شاء الله باذن الله لو لعبنا بالراحه بمعنى ايه بقى بالراحه يا كابتن؟ لا ما انت ما تقوليش كلمه كده وتسيبيني امسك ملعب صح وهدي اللعب، ما صرعوش. لا امسك ملعب، انا نفسيا ابقى يعني مرتاحه نفسيا وكلم جدا كده وعندي سلام نفسي وهاديه وسلامه داخليه، ان انا ايه حامل اللي عليا وربنا هيوفقني. طيب دي نمرة واحد، احنا بنتكلم نفسيا. ما هو دي أهم حاجة، أهم حاجة في اللعب وفي ابن آدم في أي حاجة، إن هو يبقى نفسيا مرتاح. تمام كلام حضرتك 100%. لو أنا نفسيا مرتاح في عملي في الشغلانة اللي أنا بعملها في اللعبة اللي أنا بلعبها. طيب هجيب نتيجة. الحكم صفر ماشي والمباراة ابتدت، لازم يبقى في الحالة دي عندي المدرب والإداري من بره يهدي اللعيبه، يعني يبقى في برضه هو عليه عامل كبير جدا. يعني افهم من حضرتك ان انت قصدك هدوء نفسي. ايوه. ونفس الوقت ما جاريش الافارقه في سرعتهم وقوتهم، لان هم اقوى مهما كان. أيوة. عمري ما هقدر اجاريهم في قوتهم عمري ما هقدر اجاريهم في قوتهم. يبقى ولا انا اعمل ايه يا كابتن أميمة؟ هل انيم الماتش والعب بالريتم بتاعي والرالي بتاعي، ولا اعمل ايه؟ انا خليهم يلعبوا بالطريقه بتاعتي انا، مش ما يقدرونيش اني اجري معاهم. صح. اول الحكم ما يصفر انا افصل نفسي عن كل حاجه تضايق، يعني تعصبني او تنرفزني، او افكر ان انا خسرت ماتشين قبل كده، او ماتش مش عارف كان ضاع مني في اخر ثانيه. لا انا بفصل، ده ماتش مختلف خالص. تمام. وان شاء الله هنكسب. طيب وخليني اقول لحضرتك حاجه، انا برضو بلاحظ احنا عندنا سلاح مهم جدا، والسلاح ده ما استخدمناهوش كتير في الماتشات اللي فاتت، يمكن الرهبه ولسه الاحتكاك والكلام ده، اللعب السريع. أيوة. انا لو دفعت كويس وجريت حطيت اجوان مع الونجات بسرعه، كره سريعه والموجه الاولى والثانيه والثالثه والكلام ده كله، شايفه ده مفيد يا كابتن؟ يعني مع انا اسرع لما وقت ابقى عايز اسرع، وهدي وقت ما ابقى عايز اهدي، يعني الموضوع محتاج شويه خبره. أيوة. شايفه ده ازاي؟ ما هي دي الحته بقى ايه اللي المدرب يوصلها لهم وكابتن بيسا برضك توصلها لهم، ان انا الفرقه اللي قدامي تلعب باسلوبي انا، ما تجرجرنيش لاسلوبها هي، لو هجري باسلوبهم هخسر. ما انا لازم اقول للبنات برضو ازاي انفذ ده في ارض الملعب. يعني انا لو رحت البنت من البنات عندهم 19 سنه 18 سنه اقول لها ما تلعبيش برتم الفرقه الثانيه، مش هتفهمني. ايوه. لازم اديها طريقه تنفيذيه لده. ايوه. ايه التنفيذ اللي حضرتك شايفاه يقدر المدرب لو حضرتك مكان الجهاز الفني، والجهاز الفني كفء كابتن بيسا وكابتن يعني ياسر، خلينا نقول هيقول لهم نفذوا ده ازاي؟
ما هي دي بتيجي من التمرين. يعني احنا لما كنا ايام كنا بنلعب نبدا التدريب كنا بنجيب نبتدي بايه؟ بفرقه 12 سنه ولاد 14 16 18 تلعبوهم نلعبهم لان هم اسرع 18 هيبقوا اقوى منا. يعني احنا فيرست تيم لكن ابتدي هيجروا عليا. طيب امسك الكوره نادي شريف بقى ربنا يشفي يديها الصحه تمسك الكوره وتموت واعمل كذا وانزلي وبتاع وهنمثل. ففي حوار بيحصل في الملعب بالتمرين المدرب هو بيقوم بالحكايه دي ان هو يبتدي بفرق الولاد فهم هيجروا عليا اسرع بالظبط قوة اقوى بالظبط فانا ابتدي انفذ عليهم الخطه بتاعتي. طيب. انا ده في التدريب. طب النهارده لو احنا ما اتمرناش وفوجئنا بالمستوى ده اقول للبنات تعمل ايه النهارده عشان تموت الماتش باللغه البلد اللي احنا بنقولها؟ ما هي كلام من بره امسكي كوره ماشي كوره سلسلي صح واحده تروح داخله شطه قلقينهم بقى بالظبط قلقينهم وفي نفس الوقت لازم يخليهم يحركوا الكوره كتير. يعني هما اللي يمسكوا هما بيدافعوا وهما بيهاجموا يبقى هما اللي بيدوا وبيبصوا الكوره وما يضيعوش الكوره الا في الجول. بس في حاجه يا كابتن احجام على الدايره معلش هم هيعرفوا لما ابتدي اباصي كتير واجري واعمل هم هيبتدوا يحسوا بالثقه بنفسهم. بس انا برضو بلاحظ يا كابتن معلش بلاحظ ان عندنا اصرار غريب من الاختراق من نص الملعب وده صعب مع وجود الاحجام دي. يعني لازم انا اكون اختراقي زي ما بيقولوا فيك انما استخدم الوينجات اكتر. الوينجات بيروح خلاص هو واحد على صفر ما بلاقيش كتير كور من على الوينجات. هو الكره بتاعت الوينجات طبعا بتبقى احسن وكل حاجه بس انا في رايي ان لما نبتدي نحرك كتير الكوره هم هيبتدوا يحسوا بالثقه ويبتدوا يشوفوا الملعب صح. صح ممكن او في الحاله دي وهي بتري الكوره هتلاقي الوينج فاضي ممكن تلاقي في النص تمام كده. ده انا اهم حاجه اقولها انقل الكوره يمين وشمال واجري وكده وخلي عندك ثقه وما تضيعش الكوره الا في الجول. دي اول حاجه لازم اقولها لهم. صحيح يعني كان الاستاذ عبد المنعم وهب ربنا يرحمه بقى كان يقول لك ايه الهجمه منهم لو ضيعنا الهجمه بتاعتهم يبقى احنا كده دخلنا جونين. صحيح صدنا جون ودخلنا جون. برافو عليك. فلازم الحته دي نقولها لهم يا جماعه دافعوا كويس ولما يبقى معاكم كوره بالراحه بالراحه لحد لغايه ما الاقي ثغره ودخل فيها وما سيبش حتى لو الكوره راحت مني ما تتردش فيها جون سريع ما تتردش فيها جون سريع ارجع تاني دافع يبقى 6 على 6 ادافع 6 على 6 وهاجم وما ضيعش الكوره الا في الجول. طب برضو في حاجه دفاعيه يا كابتن يعني معلش برضو حضرتك يعني انا بحس ساعات ان بناتنا على الدايره في الدفاع بيبقوا في ظهر بناتهم اللي هم بيلعبوا على الدايره. ايوه المفروض انا ابقى قدامها لان لو هي الاحجام دي قدامي واستلمت هتلف بيا هتلف بيا. ما هو ممكن اوكي لكن هي المفروض تكون قدامي لان انا اعرف امسكها انما ورايا بالطول بتاعها فممكن تتسقط لها. دي كانت لا ما انا بقى اعمل ايه؟ ده كانت خطه الجزائر كسنتر ايوه ما انا كسنتر فيرود انا لو حطيته في ظهري ما هو الدايره مش هقدر استلم جوه الدايره انا ازقه اوقفه على الخط بالظبط بالظبط لو اتحدفت له وراه هيدوس على اللايف يعني هتجيل وراه بس هما بتبقى امكانياتهم ايه اول ما بتحس ان الكره جايه لها من فوق بتنط فما بتلحقش تدوس وهي داس على الخط تاخدها وتلف جون لكن لما اكون قدامي لازم هيحصل عكسي كحكم انا بقى مش هتعرف تلف هتعمل عكسي مش هتعرف تلف هتلف غلط بس يا كابتن ده العرض عرضين يا كابتن ده العرض عرضين يا كابتن ده هو بيلف بتلف بيها في اي وضع بس خلينا نرجع للنقطه دي بس نروح طبعا لزميلنا كريم احمد مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي بارض الملعب نعرف منه التطورات والاخبار ايه اتفضل يا كريم. احب ليك يا كابتن هيثم اهلا بيك واهلا بكل المستشار التحليلي كل المستشارين النهارده طبعا على موعد مع مباراه الاهلي وفريق الكرم من الكونغو برازافيل لكن يمكن عايز اقول لك لحظات وتنتهي مباراه بيتو وايف سبورت يمكن بيتو متفوق عليه سبورت نتيجه الوقت 34 24 مباراه قويه طبعا لكن عايز اطمنك بشكل عام على الحاله المعنويه والحاله البدنيه طبعا لاعبات النادي الاهلي واكيد طبعا يمكن كلمات مستر او دكتور منصور اريني طبعا الاتحاد الافريقي للاعبات النادي الاهلي كان ليهم بعض التحفيز سد من قدرهم طبعا بمشاركات قويه جدا زي ما شفنا بنشوف اجسام بنشوف راس كبيره جدا في كل الفرق الافارقه المشاركه في البطوله لكن اكيد بنتمنى مع استمرار البطولات لسه عندنا بطولات كثيره مع نساء كره اليد النادي الاهلي لسه ان شاء الله تكون بطولات افريقيا يشوف فيها اكثر من كده والمستوى يتفوق اكثر واكثر. يمكن كمان كابتن ياسر صلاح الكابتن بيتا كان ليه محاضره مع اللاعبين قبل طبعا انطلاق هذه المباراه اللي هتنطلق خلال
اللي هتنتهي خلال دقائق طبعا المباراه اللي بتسبق النادي الاهلي وفريق الكاره. ففي بعض التحفيز قالوا لهم بالنص في المحاضره لابد ان انتم تركزوا في هذه المباراه، محتاجين فوز للصعود للمباراه القادمه. انتم بتأدوا اداء مميز في سوء توفيق بيقابلنا، عارفين ان في بعض نقص الخبرات لكن عندنا تحدي بنلعب باسم النادي الاهلي والبطوله على ارضنا، لابد ان احنا نحط تركيزنا كله ان شاء الله في مباراه اليوم. ويمكن برضه من وجوه اللاعبات اللي احنا شايفينهم قبل ما ينطلقوا الى المباراه تركيز كبير في تصميم ان شاء الله النهارده على الفوز في هذه المباراه. الصاله المغطاه كالعاده طبعا هتشهد استقبال جمهور النادي الاهلي اللي متواجد مباراه مباراه مع الرجال او مع السيدات، بيحاولوا طبعا رغم قله العدد لكن بيبقى لهم تاثير كبير جدا في المباريات، وده اللي اكدنا عليه امبارح سواء مع عمر حجاج الاصابه طبعا اللي تعرض ليها الجمهور النادي الاهلي، نادى عليه اكثر من مره وطمن عليه، ودي العلاقه الطيبه اللي احنا بنتمناها تكون من كل جمهور النادي الاهلي وكل لاعبي ولاعبات النادي الاهلي. وان شاء الله كابتن هيثم يبقى التوفيق ان شاء الله لكل اللاعبات مع الكابتن ياسر صلاح ان شاء الله يفوزوا. طب كريم معلش، اخبار الاصابات ايه؟ يعني احنا بيغيب يعني طبعا بعض اللاعبات الاصابه، عندك اخبار الاصابات عندنا ايه في صفوف فريق السيدات ولا لا؟ يمكن طبعا كان ليه لقاء سريع مع الدكتور طارق النيداني رئيس اللجنه الطبيه. عندنا طبعا لعيبه الطاره اللي هي تعرضت للرباط الصليبي، قال ان هي يمكن عملت العمليه عندها وقت طبعا بالنسبه لي التأهيل وفتره الاعداد خلال الفتره القادمه. وكمان عايز اربط معاك اصابه احمد قطب، يمكن بعيدا شويه على كره اليد لكن احمد قطب طبعا واحد من نجوم الكره الطايره، تمت العمليه امس بنجاح. واحمد قطب برضه يمكن اتاكدت من الدكتور طارق، يمكن الناس عارفه ان هو قطع الرباط الصليبي فقط لا غير، لكن احمد عنده قطع الرباط الصليبي وعنده قطع في الغضروف، يمكن هو مش محظوظ شويه هياخد وقت، لكن احنا ان شاء الله يبقى عنده اصرار كبير في العوده مع الفريق النادي الاهلي للكره الطايره. بجانب كده طبعا يمكن كل الامور الخاصه بالفرقه بعيدا عن النادي الاهلي، مفيش اصابات قويه بيتعرض لها اللاعبات، يمكن كدمات بسيطه لكن ان شاء الله بنتمنى ما يبقاش في اي اصابات بالنسبه للاعبات النادي الاهلي وايضا رجال النادي الاهلي خلال هذه البطوله يا كابتن. باذن الله. طبعا زميلنا كريم احمد مراسلنا من ارض الملعب، شكرا جزيلا ليك، واكيد هنرجع لك تاني نعرف منك برضو تطورات وحتى بعد المباراه لو في لقاءات مع اللاعبات. يمكن عندنا موضوع الاصابات الصليبي اسراء تقريبا في اول مباراه، ربنا يشفيها ان شاء الله. وعندنا المباراه اللي فاتت برضو كان احد اللاعبات ساره برضو تم اصابتها توقف الكاحل. الاخبار يا كابتن عندك اخبار ولا حاجه؟ انا مش عارفه حقيقي هل الملاعب دي يعني احنا ايام ما كنا بنلعب زمان الحمره بقى والكلام ده كانت اسوأ. بالعكس عمرنا ما كنا نسمع عمرنا ما نسمع حاجه عن اصابات يعني اصابات مثلا الكتف مثلا بيتخلع سبرين انكل في رجلك، انما الصليبي ده بقى زي اللوز. فدي في حاجه، هل الملاعب الارضيه الملعب نفسها عدم تقويه عضلات محدده؟ انا اقول لحضرتك انا برجح ده بالذات يعني ان هو حمل الماتشات وحمل المباريات، مفيش انتظام. يعني ايه؟ يعني بتلاقي اللاعب من دول لاعب دوري طلع وقف، مفيش اجنده محدده من بدايه الموسم يقدر عليها معد البدني او المدرب الفتنس يقول لك انا هعلي الحمل امتى. فعدم انتظام التدريبات والمباريات بيؤدي في النهايه لهذه الاصابات. برضك هقول لك مش هتيجي بالظبط كده ليه؟ لان الاهلي كان من الفرق الغريبه من السبعينات، احنا بنتمرن كل يوم تقريبا، فكان كل الناس بتستعجب ايه فرقه البنات بتتمرن كل يوم، وقبل مثلا هنلعب الجزيره نبتدي نعمل اعداد صبح وبعد الظهر. نعم. هيليوبلس نتمرن صبح وبعد الظهر، الطيران الصليبي بقى كتير قوي يعني، فهي دي شكلها حاجه في الملعب يعني من ارضيه الملعب. بس مش كلهم بيتصابوا في الملعب يعني، قطب و و و و و واسراء اتعوروا في الملعب ده يعني. انما منعم اتعور في تونس السنه اللي فاتت، الصليب في طايره برضو رجال طايره الرجال، ولكن مش شرط. انا يعني مش ارضيه الملعب، مش انا ما برجعش ده لارضيه الملعب بشكل كبير، ما اعرفش، ولكن هو في الاول والاخر قضاء ربنا. قضاء ربنا. نتمنى طبعا ان هم يعني يخفوا ويتماسكوا سريعا للشفاء. خلينا نرجع النهارده برضو لمباراتنا، يمكن برضو اروح لك الفريق اللي احنا بنلعبه في مستوى الفرقتين التانيين، مستوى هيريتج وفي مستوى ديناميك بدل يتعادل معاهم. فاذا المباراه مش رايحه في حته تانية، هي نفس المستوى اللي هنلعب فالمباراه مش بعيده، بس الناحيه النفسيه هيبقى ليها دور كبير. احنا لازم من الاول لازم نهدي خالص، لازم يبقى دور المدرب والاداري واللعيبه وكل الزمايل بره، لازم يبقى فيه تهدئه هدي، ما تتنرفزيش على مهلكم يا جماعه، الماتش مش مهم، احنا المهم نلعب نلعب بشكل يعني المدرب لازم يقول لهم احنا يبقى شكلنا حلو. صحيح. نكسب دي بتاعت بقى ربنا وربنا معاكم. طب كابتن يعني ينفع نقول مع بعض كده اسامي الجهاز الفني لو متوفره مع حضرتك؟ يعني نبتدي نعرف الساده المشاهدين، لانه الحقيقه دورنا برضو يعني مش بس ان احنا ننقل المباريات والناس تتابعها، لا مهم جدا نعرف
الناس بنجومنا، لان الالعاب دي في العادي بتبقى مظلومه اعلاميا وما بيقدرش حد يتعرف عليهم بشكل كبير. فانا استاذن كابتن نجلاء نبتدي بالجهاز الفني لو تسمحي. اوكي، عندنا كابتن بيسا حسني المدير الفني، كابتن ياسر صلاح المدرب العام، صلاح الدين ابراهيم ده مدرب حراس المرمى، مدربه سميره جمعه مدرب احمال، محمد عوض ده الطبيب بتاعنا، محمد ابراهيم علاج طبيعي، سيد امين مدير اداري، محمد فهمي اداري. تمام. الناس دي كلها قديمه. يعني اولا نحب اتكلم مثلا عن الكابتن سيد امين ده، كابتن من زمان مدربنا القديم مدربنا القديم يعني، وهو اللي علمنا الهاند بول يعني. ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه ويوفقه في عمله. تمام، نخش على اللاعبات كمان يا كابتن لو نخش تسمحي. على اللاعبات مش مظبوط، كنت عمال لو اللاعبات جاهزين مع حضرتك يا كابتن مي هشام رقم 13، كابتن الفريق مي هشام. مي هشام تمام. نصر عيد عبد الملك دي اخت مروه، مروه وحنان رقم 10، اسراء سيد رقم 55، دعاء حلمي 11، دنيا شريف 5، ساره بقى ربنا يقومها بالسلامه حسام الدين رقم 17 اللي اصيبت بالصليبي، ساره الخولي رقم 19، شيماء عماد الدين 99، يارا خالد رقم 3، ياسمين محمد رقم 98، ياسمين وحيد رقم 88، غادة حسام الدين رقم 16 دي حارس مرمى، أمنية خالد رقم 1، هند أشرف رقم 12، دنيا خالد رقم 6، ياسمين الناصر رقم 9، مي علي رقم 22، شهد أحمد 44، نور كمال الدين رقم 89. طيب خليني اقول برضو للساده المشاهدين، وطبعا دول اسامي طبعا اللاعبات على الشاشه طبعا قلناهم لحضراتكم، خلينا نقول انه النادي الاهلي استعان باثنين او لاعبتين من نادي سبورتنج، ياسمين الناصر رقم 9 ومي علي رقم 22 وهي حارس مرمى ايضا. خلينا اقول لحضرتك انه فريق 98 و2000، مواليد 98 مواليد 2000، الفريق ان دول عاملين طفره كبيره افريقيا ومتسيدين افريقيا، ودي كانت مفاجاه لينا ان احنا بعد فتره بعيده كبيره كنا بعيد رجعوا تاني احتلوا افريقيا وخدوا البطولتين. وخلينا نقول ان اللاعبات دول برضو مؤثرين في الفريق. مين اللي 98 معانا في فريق النادي الاهلي او 2000 في الفرقه الموجوده دلوقتي؟ لا انا الصراحه المجموعه جديده، انا بتفرج على الماتشات لك انا ما اعرفش المراحل السنيه. طيب ياسمين الناصر لاعبه سبورت، ايوه، ومي علي الحقيقه هما الاثنين بانوا بمظهر كويس حتى الان في البطوله. ايوه هل تعتقد ياسمين عندها مواليد 91 ومي مواليد 95؟ صغيرين جدا يعني. صغيرين يعني لا هو كلهم يعني ياسمين تعتبر الكبيره فيهم لانها 91، انا الرينج عندي بين 95 و99. وخليني اقول لحضرتك برضو انه متوسط الاعمار مش كبير. لا بص يعني متوسط الاعمار مش كبير، وانه بالاعداد يعني شفنا احنا لقاء مع منصوري اريمو رئيس الاتحاد الافريقي طلب البنات يقعد معاهم، فالبنات اتلعبوا المباراه، مش عارف حضراتكم شفتوا دي ولا لا، معانا على شاشه قناه النادي الاهلي بعد المباراه على طول اللي فاتت، طلبهم اتنقلوا من الصاله 2 راحوا الى صاله 1 في الفي اي بي قابلوا منصوري اريمو، والحقيقه الراجل قال لهم كلام في منتهى الجمال، يمكن اللقاء اهو كنا على شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان بعد المباراه، البنات خلصوا المباراه ومنصوري اريمو اللي هو لابس قميص ابيض وطبعا دكتور مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي كان موجود، وكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري ايضا كان موجود، اجتمع باللاعبات وقال لهم الحقيقه انا مبهور بالمشاركه، انا فوجئت لما قالوا لي النادي الاهلي هيشارك وفوجئت اكتر وانبهرت اكتر بالمستوى، انتوا مستواكم الحقيقه كان جيد جدا، وقال لهم كمان اتمنى المواظبه. ممكن اقطع حضرتك يعني؟ شوف الروح، البنت مكسوره ورغم كده عايزه تقعد معاهم ويعني مش قادره تمشي، وبرضو زميلتها حريصه. دي الروح اللي انا بتكلم عليها. صحيح. معلش سوري ان انا قطعت. لا بالعكس انا عايز اسمع كلام حضرتك، لان وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط اللي موجود وكابتن ياسر وكابتن خالد العوضي وكابتن بيسا، خليني اقول لحضرتك ان طلب منهم حاجه واحده، قال اتمنى اشوف النادي الاهلي بيواظب على الاشتراك. فتخيلي رئيس الاتحاد الافريقي لما يحس ان الرياضه او رياضه السيدات كره اليد في مصر تختلف لو النادي الاهلي شارك، فده يعتبر حمل كمان ومسؤوليه كبيره تلقى على عاتق النادي الاهلي، صحيح ولا لا؟ صح، مسؤوليه جامده.
ودي ده برضو من النقط اللي الواحد يخاف عليها من البنات، يحسوا بالمسؤوليه جامده. انا مش عايزه البنات تبقى ستريس قوي. بالعكس، من الخبره هتيجي من الاحتكاك، من الاحتكاك. بس لا، انا بتكلم على ماتش النهارده. ماتش النهارده، بصي انا بتوقع ان هيبقى في ضغط عصبي برضو على البنات. اه طبعا. اكيد يعني احنا بنقول الكلام ده احنا قاعدين في الاستوديو في التكييف. احنا طيب برضو احنا عندنا يعني برضه مشدودين رغم كده يعني، بس برضه احنا بنحبهم وعايزين يبقوا شكلهم احسن. وصل الاهلي كمان اسم كبير، مصر اسم اكبر، فتواجد البنات هيدي روح تانية خالص للفرق اللي قاره افريقيا. ورئيس الاتحاد الافريقي واضح هو اللي بيقول الكلام ده. يعني هو يعني محتاج يقول الكلام ده للنادي الاهلي. لا مش محتاجه، هو بيقوله عشان عايز يشوف النادي الاهلي. ما يعني نرجع للفولي، كام فرقه بنات جت وكام فرقه ولاد جت؟ 19 ولاد 24. دي عمرها احنا ايام 86 لما لعبنا افريقيا في بورسعيد كنا اربع فرق، احنا وهليوبلس منهم، يعني اتنين افارقه واحنا وهليوبلس. وهتلاقي الفرقتين التانيين الاتحاد الافريقي اللي جابهم. بالظبط، يعني مش جايين على حسابهم. فالنهارده لما الاقي 9 او 10 انديه والاقي في الطايره بتاع 18 تسع سيدات والرجال 15 ده اليد، في اليد في الطايره 19 و24. فطبعا يعني دي برضك كانت هايله على فكره. كان حاجه جميله. حضرت ماتشات الطايره يا كابتن؟ نعم حضرت ماتشات الطايره. حضرت الطايره. شفتها في الملعب ولا على الشاشه؟ في الملعب. في الملعب. حضرت مباراتي. حضرت ايه مباراتي يا كابتن؟ لا انا اتفرجت في التلفزيون، ما حضرتش في الملعب. طب واحساسك ايه وانت شايف النادي الاهلي بينظم كم الهائل من البطولات الافريقيه دي؟ 5 بطولات افريقيه بالسوبر اليد. ده النادي الاهلي. ما اقدرش اقول اكتر من كده يعني. بس يعني دي عظمه النادي الاهلي. يعني احنا احسن ناس يعني، الواحد مش عايز يقول كلام ده، بس فعلا احنا ناس عندنا التنظيم وعندنا المبادئ وعندنا الاخلاص صحيح للنادي، وعندنا كلنا لنا حب للنادي غير طبيعي، فكل حاجه الحمد لله بتطلع حلوه وتطلع منظمه. برايك يا كابتن؟ هو طبعا لان انت مجرد اللي بيسمع النادي الاهلي يبقى انت نمره واحد، مش هقدر اكتر من كده. بس ما ترضاش بالمركز، يعني على راي كباتننا مدربينا زمان يقول لك الثاني زي العاشر. فشوف وصلنا لمرحله ايه. كنا بنعيط لو خسرنا او اتعادلنا ماتش، مش خسرنا اتعادلنا ماتش، فانت الاول. فالاهلي الاول بس. صحيح. وخلينا اقول برضو ان من فتره طويله النادي الاهلي ما نظمش بطولات افريقيا كره اليد. ايوه يعني دايما بنروح تونس، بنروح افريقيا، الجابون. في نشاط النادي الاهلي يمكن خد على عاتقه تنظيم البطولات دي في وقت كان بتمر برضو يعني في انتخابات الرئاسه كانت شغاله. أيوة. يعني رسائل كانت للعالم كله ان مصر امن وامان، وان مصر لله. يعني الموضوع ده مهم جدا على فكره. انتوا الناس مش متخيله قيمه ده. الناس فاكرين بنقول شعارات. لا مش شعارات. يعني حضرتك لسه بتقولي دلوقتي يا عم لو نحسبها كده. أيوة. 19 فرقه سيدات طايره، 24 رجال، 9 يد سيدات، زائد 15 رجال، بحسبه بسيطه كده حوالي 20 24 ادي 44 44 و20 64 حوالي 69 فريق شاركوا وتواجدوا في مصر في حوالي شهر او شهر ونص، اتقلبوا بعد كده سفراء عن مصر في بلادهم. شايفين البلد امن وامان زي ما قالوا يعني، واحنا جايين في الطريق شايفينهم ماشيين في منطقه الزمالك. يعني اللاعبين رايحين الماتش، المدربين الاداريين اللعيبه بينزلوا على رجليهم. فطبعا دي احسن دعايه ليهم. ما انا بقول لحضرتك يعني شوفي دي بقى لما تلاقي كل لاعب من دول راحوا الهرم، بقى في رحلات بتتنظم النادي الاهلي بينظمها للاهرامات والمزارات السياحيه في القاهره وما اكثرها. طبعا حضرتك عارفه بيرجع كل لاعب او لاعيبه او حد في الجهاز الفني بيحط صورته على البروفايل بتاعه على تويتر. دي بتهيألي مش عايزين دعايه اكتر من كده ولا ايه؟ لا هي دي اجمل دعايه. دي اجمل دعايه لان بيبقى في لعب وفي فسحه وفي سياحه وفي دي اجمل دعايه. عارفه يا كابتن امبارح بنصور مع الاتحاد الليبي كل اللاعبين انت بتسجل مع لاعب وبعد كده لاعب بيروح ويجي. مصر ام الدنيا. جت فتره العمليه يعني معلش ارجع واقول لحضرتك ان مصر بالشكل ده النادي الاهلي بيقدم دور وطني كبير جدا. اكيد طول عمرنا. هو يعني ده طول عمرنا بالظبط. طول عمرنا وطني مش شعارات. لا الموضوع مش شعارات يا كابتن. يعني ما اجيش اقول نادي الوطنيه بدون بشعارات فقط، لا الفعل اهم. والنادي الاهلي لما نظم البطولات دي كان هدفه الكبير هو مصر. وخلينا اقول ان مصر واحده واحده بترجع لوضعها الافريقي الطبيعي. يعني شفنا النهارده خبر اسعدني جدا الحقيقه، انا معلش هطلع بره الرياضه. شفنا مصر مثلا وزير خارجيه مصر رايح بروندي دوله افريقيه وبيفتتح فيها وحدتين للغسيل الكلوي. يعني انا بقول لك ان مصر بترجع والنادي الاهلي بيحط رجله بشكل كبير جدا جدا في هذا الدور الوطني وفي الرياده. قال انا مش قلقان هنظم 5 بطولات. واللي يوريك عظمه النادي الاهلي
القرار ده اتاخد في مجلس السابق، جه المجلس اللي بعده كمل. كمل احنا بنكمل، ما فيش حاجه اسمها سابق. لا ده مش كمل بس، ده كمل وعلى اكمل وجه. احنا ما عندناش حاجه اسمها سابق، احنا ما احنا كلنا واحد. واحد من ايام زمان 1900 تتش طبعا. طبعا من اول، من اكتر من 100 سنه كله بيسلم الرايه اللي بقى. كله بيسلم الرايه وكله بيعلم كله. الكابتن صالح علم الكابتن حسن حمدي، الكابتن حسن حمدي علم الخطيب، كلنا بنعلم بعض. وبقول لحضرتك شوفي، وكلنا مبدانا واحد بالظبط، الاهلي. صح. بس وبالتالي برضو ده كابتن يعني في الاول والاخر النادي الاهلي هو اكبر مؤسسه رياضيه في مصر، خلينا نقول هذا الكلام. صح. خلينا نقول انه لما ده بيتعمل من النادي الاهلي اكيد ده دور وطني ولا يغفل. ومش كده بس، ده هو بيقدم للمنتخبات، ده بجانب الدور طبعا العظيم لمصر وكبلد الامن والامان، في دور كمان الـ 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 الكوادر اللي بيطلعها النادي الاهلي المنتخبات، مدربين، يعني شوفي بقى رؤساء بعثات، كله من النادي الاهلي فعلا. اللاعبات اللي هتلعب دلوقتي مع النادي الاهلي اكيد دول هيبقوا عندهم خبره لما يرجعوا المنتخب، بيبقوا عاملين ازاي؟ طب ان شاء الله، ان شاء الله باذن يظهروا بقى في بطوله كاس العالم اللي عندهم في خلال الشهرين الجايين. صحيح. وخلينا برضو نرجع نقول حاجه برضو مهمه، ان الامن والامان ده كان مش هيتحقق الا برجال ضحوا بحياتهم. ده اكيد. يعني خلينا نقول هذا الكلام، انه دايما انا بعيد واقوله تكرارا، ان لولا هؤلاء الرجال وما زالوا حتى الان بيدفعوا يعني الثمن بالنيابه عن الشعب المصري كامله. والحقيقه الناس دي رجال صدقوا ما عادوا الله عليه. صح. والرجال دي قبلوا رب العالمين، وهم اكيد ان شاء الله في مكان احسن، وجزاءهم احنا مش هنقدر نديهم جزاءهم نهائي ولا نقدر. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يقدر يجازيهم عما فعلوا معانا. ولولا هؤلاء الرجال والشهداء اللي ضحوا بحياتهم وبدون اي ثمن، يعني بيرحلوا بسلام، ولا ولا زي ما بيقولوا بهيصه ولا بروباجندا ولا حاجه، ده هو ضحى بحياته مقابل ان هذا الشعب ينعم بالامن والامان. وما زال حتى الان البلد بتقدم شهداء وبيقدموا شهداء حتى الان. لولا تضحياتهم ما كانش هيقدر اللعيبه تمشي في الزمالك زي ما حضرتك كانوا بيمشوا. ما كانوش يا كابتن الحاجه ال 45 فريق يتواجدوا في مصر يتحركوا بامن وامان لولا تضحيات هؤلاء الرجال. ودايما هنعيد ونزيد في هذا الموضوع. ده لازم، مش هنعيد ونزيد، احنا طبيعي تلاقي واحنا بنتكلم كده تروح تطلع طبيعي. لولاهم احنا ما كناش عرفنا نمشي، لولاهم ما كناش عرفنا نرفع راسنا، لولاهم كنا خايفين. ربنا يرحمهم. بالظبط. وربنا يصبر اهليهم. اه لان هم الحقيقه بيتالموا على فراق احبائهم ولكن بصمت. ما شفناش حد طلع جعجع وقال لا وقال عمل. يعني شهداء اهليهم فعلا عرفوا ربهم. هم شهداء واهلهم اهالي الشهداء. الحقيقه الموضوع ده وحتى الان لغايه اول امبارح واول اول امبارح القوات المسلحه والشرطه بيقدموا شهداء. ربنا يرحمهم. وشباب زي الورد. ومعلش دول خيره شباب مصر. يعني خلينا نتكلم بامانه، بيقدموا ارواحهم. النادي الاهلي بيتهيألي يعني الدور اللي بيقدمه ده واللي بيقوم بيه، في ناس قبل منا كتير الحمد لله ضحوا بحياتهم وعملوا اللي عليهم وزياده. خلينا نرجع، يعني انا بس دايما بحب ندي هذا ده لازم. وده واجب وطني علينا. ده لازم. ولازم نقول الكلام ده ليه؟ لان نحسسهم ونحس يعني اهليهم واسرهم احنا اللي حاسين الجميل ده، بحاسين بقدر التضحيات. ده لازم. لازم. وده واجب على كل وطني مخلص انه يقول يا جماعه انا فاكر هؤلاء الشهداء. يمكن احنا مش حافظين اسمهم واحد واحد، في شهداء رموز زي منسي وزي غيره. دول رموز احنا بنفتكرهم كرمز للتضحيه، ولكن في زيهم كتير. في عسكري ضحى بحياته في كمين احنا مش فاكرين اسمه. في 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 ضابط تلقى الرصاص في صدره بالنيابه على زمايله. يعني معلش انا اسف تركت هذا الموضوع، ولكن ده واجب وطني. ولازم ندي لكل، لازم نقوله عشان نفتكره، لازم نقوله علشان الشباب والجيل الصغير يحسوا باللي عملوه بيحصل. صحيح. وان احنا لولا هؤلاء الرجال ما كناش هنقعد في هذه القعده. صح. مع بعض مش هنخرج من البيت اصلا. ما كناش كنا من الزمالك لهنا. دلوقتي يا فندم بتخرجي من بعد حظر التجول اللي كنا بنعاني منه وبتاع، ودلوقتي حضرتك بتخرجي الساعه 3 الفجر تركبي عربيتك. صح. مش قلقانه. صح. يعني عايشه بسلام، حاسه ان انت ممكن تكلمي اي صيدليه تجيلك بالليل لو في. بالظبط. الحمد لله رب العالمين، احنا في نعمه كبيره بنحمد الله عليها. الحمد لله. واحد اسباب الحمد لله. طبعا الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، ولكن احد اسباب هذه النعمه هي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليهم. وزي ما قلنا خير اجناد الارض دي كلمه ربنا يرحمه، ودي كلمه الحقيقه يعني خير اجناد الارض، ودي حقيقه. نرجع لموضوعنا، معلش احنا رحنا بعيد بس لا ما رحناش بعيد، دايما بالعكس هو الاساس. بالظبط. لان هو الموضوع ده
لازم نقوله، ولازم زي ما قلت حضرتك الناشئ الصغير يعرف. طيب إيه؟ هنستأذن حضراتكم نطلع فاصل عشان نرجع بقى نتكلم على مباراة كارا، يمكن اللحظات الأخيرة خلاص 10 دقايق وتمتلك المباراة. أطلع لفاصل قصير وارجع لحضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد كباتن. النهارده المباراه توقعات حضرتك ايه؟ هل المباراه هتمشي كلوز جيم ولا النادي الاهلي هيفرق، ولا يعني توقعات حضرتك لسير المباراه دي؟ لا ان شاء الله انا حاسه ان هم هاديين عن الماتشات الثانيه، ما هي خلاص ما فيهاش تفكيرات العب على تعادل او كده، لا ان شاء الله هنكسب. وشايفه ان برضو الهزه اللي بتحصل في الاول دي دايما بيبقى فيه رهبه، يعني احنا في بريميرو الشوط الثاني افضل بكثير من الشوط الاول. ايوه الهزه دي ممكن تحصل برضو، ولا ممكن البنات تنزل الحماس يتغلب على حمى البدايه؟ ما هو لازم الحماس حد يفرمله علشان ما ندافعش واخسر. تمام. فانا مش عارفه يعني الواحد بيقعد بيتفرج على الرياضات كلها ليه احنا بنقول كلمه الحماس واجري واخاف الهاب الخمس دقائق الاولاني او 10 دقائق الاولاني، ليه ما انزلش العب عادي؟ دي اللي عايزه اوصلها للجميع الرياضيين في مصر. انت واضح يا كابتن وانت صغيره كان قلبك ميت. لعبت كل حاجه واي وحضرتك صغيره من سنه، انا مش قصدي حاجه عشان بس الناس فات ايه يعني من سنه بالظبط حضرتك بتلعبي تحت 17 سنه. ايوه كان واضح ان قلب حضرتك ما كنتش بيه. بس احنا طول عمرنا بنكسب، فايه اللي يخوفني النهارده؟ لازم انزل على هذا المستوى، انا جاي اكسب ولازم احطها في دماغهم. ما فيش حماس يجرني اني افقد اعصابي واتخانق في الملعب او ازعق او يعني هقول ايه. كابتن ناديه شريف اجمالي عادي ما فيش مشاكل، هنحط 3 اجوان بدل الاجوان اللي دخل، في حد بيشجعك. فهي دي الجميل اللي فيها، كل واحده تجي لك ناديه زمان بره الوينج بتاعنا اجمالي ما فيهاش مش مشكله، ضاعت هتجيبيها المره الجايه، ففي تشجيع. زرعت ده في اولادك يا كابتن؟ الحمد لله. النبي قلبهم قلب الاسد؟ قلب الاسد. كلام ولا للتلفزيون بس؟ لا ما عندناش حد كده. كله قلب الاسد. وانت برضه يا كابتن واضح قلب الاسد والله. لا بس واضح برضه ان يعني انتوا كان عندكم حاجه مش عندنا الحقيقه. الجيل اللي ربنا. الجيل اللي ربنا والجيل اللي معانا، يعني زي ما بتقول مثلا انا كنت احتياطي كابتن عفاف. كنت بنزل وهي ولما انزل مكانها كانت هي بتشجعني. مفيش النفسيات بقى. مفيش النفسيات. مثلا لعبت مره ماتش في ايام في المدرسه، ما كانش في النادي. المدرسه دور المدرسه غاب خالص. كان مهم جدا، ويوميها انا خدت بطوله المنطقه في بتاع ده، كان كابتن احسان هي الحكم، فانا كنت عماله ازعق اللي جنبي عشان كانت خايفه، فقلت برافو خليكي كده، يعني في تشجيع في كل وقت. طب توقعاتك المباراة النهاردة كده؟ هو طبعا احنا هنمشي جون بجون يعني او كده اهوت، بس ان شاء الله مصر هتكسب ان شاء الله. ان شاء الله مصر برضه يعني قلب الاسد برضه. قلب الاسد لازم. احنا على طول الاهلي قلب الاسد يعني. بس خلينا نقول ان حراس المرمى النهارده عليهم دور كبير. هو حراس المرمى بتاع هاند بول هو العامل الاساسي، لا ثلاث ارباع الفريق. صحيح. وانس ان هو شد 2 كوره او 2 او 3 هتبص تلاقي الفريق ده بقى احسن. طب تنصحي ايه حراس المرمى؟ يعني حارس المرمى النهارده اللي هيلعبوا سواء غاده سواء مي سواء مين كمان يا كابتن موجود حارس مرمى معانا؟ انا مي طبعا الدعم جايه من نادي سبورتنج مي علي، وغاده حسام، وفي شيماء بتهيألي، ولا مين يا كابتن؟ هند اشرف رقم 12، ولا الارقام ما بقتش زي بتاعتنا زي زمان؟ لا من الارقام بقى خلاص يا كابتن. الارقام تنصحي بيه حراس المرمى يا كابتن؟ وطبعا اهم حاجه حارس المرمى لازم يبقى بارد جدا جدا جدا، يبقى زي ما بيقولوا اعصابه في ثلاجه، وما يتهزش، دخل فيه جون 2 ما يتهزش، ويبقى عينه على الكوره، اهم حاجه عينه على الكوره على طول. تمام شكرا. طيب وراي حضرتك برضو ايه يا كابتن؟ يعني كابتن هو بالنسبه وميمه حراس المرمى تنصحيهم بايه؟ بحراس المرمى اولا حارس المرمى بيلعب ضد 14 لعيب، الفرقه بتاعته والفرقه اللي ضده. ازاي؟ يعني اي حاجه هتحصل يبقى انا خيانه من الدفاع، كان زمان بتقال لنا كده، دي خيانه من الدفاع.
فلازم حارس المرمى يكون جاهز ويكلم البنات نفسها، الدفاع بتاعه دوم يمين دوم شمال، خليك اطلعي للباك، يعني بيوجه اللاعبين، يوجه اللعيب لان هو شايف الملعب من ورا بالظبط، شايف كل واحد واقف فين، فهو ده اللي صح. يعني انت حضرتك قصدك ان حارس المرمى دي حته كويسه على فكره، ان حارس المرمى هو اللي بيحرك اللعيبه بشكل كبير. أي. خلي بالك بيروحوا بيعملوا، بس وفي نفس الوقت هو بيصد الكره، يعني هو عنده مهمتين، تصدي للكره وتحريك الدفاع. أي. على الدايره. بس خليني اقول لحضرتك كمان ان حارس المرمى بيكون هو بيبني بشكل كبير الهجمه الاولى، يعني خلينا نقول الهجمه الاولى او الهجمه السريعه. أي. بي 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 بيقوم بيها حارس المرمى، وده دور كمان حارس المرمى، وبتهيالي النهارده احنا محتاجين الموضوع ده. ما هي المشكله كنت بشوفها في بعض الفرق ان حارس المرمى بيكون ليه جهه واحده بس، يعني كان دايما المدربين يقولوا لنا ايه، ما تبقيش عوره على ناحيه واحده. يعني انا عينيا مفتوحه على الملعب، على الوينجين، مش على ملعب، على وينج او نص. فتبص تلاقي ايه، فتبص تلاقي بيطلع مثلا جون شايف شمال 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 بس، هو اللي بيطلع له او يمين، مش بيفتح الملعب. حارس المرمى لازم يكون عينيه الاثنين جايبه الملعب كله، صحيح، وشايف الاسرع ويطلع الكره ليه. الدفاع نفس العمليه، في واحده فتحت الدايره لازم تردها بسرعه. صحيح، ولازم يكون كده الحراس مفوقين يا رب النهارده، لان عليهم دور كبير، لو نجحوا يتصدوا في 6-7 كور مباشره متهيألي هيبقى الموضوع مختلف. بس خليني اقول للساده المشاهدين، بطوله السيدات عباره عن مجموعتين. مجموعتين متقسمين 5 فرق واربع فرق، النادي الاهلي اختار يكون في المجموعه الخامسه او المجموعه اللي فيها 5 فرق، النادي الاهلي، بريميرو الانجولي، قارة الكونغولي اللي هنلعبه النهارده ان شاء الله، وهيريتاج الكونغولي ايضا، والديناميك الكاميروني، دي المجموعه اللي كان فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا اول المجموعه باريحيه بريميرو الانجولي لان هو سوبر افريقيا، بطل السوبر. المجموعه الثانيه فابل كاميروني، بترو اتلتيكو الانجولي برضو، واي سبورت الكونغولي، وهابيتات الايفواري. خلينا اقول انه المجموعه الثانيه اتحسمت بشكل كبير، بترو الاولاني او الاول، فاب الثاني، ايرو سبورت الكونغولي، وهابيتات الايفواري. ان شاء الله في حاله فوز النادي الاهلي النهارده هيكون عنده مباراه قويه جدا، يا رب يا رب بدون مقاطعه نتاهل النهارده ان شاء الله، هيكون عنده مباراه قويه جدا مع بترو اتلتيكو الانجولي. خلينا اقول ان بترو اتلتيكو الانجولي هو ثاني الدوري الانجولي، في حين انه بريميرو الانجولي هو الاول. طيب الحاجة التانية اللي عايز اوضحها لحضراتكم انه المباريات كلها بتتلعب ورا بعض، ان فريق الاهلي لعب 3 مباريات ورا بعض وخد يوم راحة، وبيلعب النهاردة اليوم او خد يومين راحة وبيلعب الماتش الاخراني النهاردة. في يعني متهيألي يا كابتن نجلاء يومين راحة استعادة استشفاء في كل شيء، مش بس بدني، يمكن 3 هزايم ورا بعض. شكرا معلقنا كابتن مجدي حطب، 1000000000 مبروك تأهل النادي الاهلي بعد فوزه على كارا الكونغولي 29-15 بعد مباراة تسيدها النادي الاهلي في مفاجأة كبيرة الحقيقة لينا. النادي الاهلي النهارده بيلعب بمستواه الحقيقي. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان الفرقة اللي احنا بنلعبها دلوقتي كارا اللي فزنا عليها من لحظات متعادلة مع الفرقتين اللي كسبونا، يعني النادي الاهلي بيلاعب فرقة مستواها عالي ايضا، وده أكبر دليل إن ده مستوى البنات الحقيقي. طبعًا برحب بضيوفنا تاني الكابتن أميمة نسيم، أهلًا بيك يا كابتن. أهلًا بيك. و1000000000 مبروك. الحمد لله. الحمد لله. كابتن نجلاء رمزي أهلًا بحضرتك. أهلاً. ومبروك للنادي الأهلي. مبروك. كابتن رأيك إيه في المباراة النهارده؟ هو بصراحة خموني، عشان أنا قلت في الأول إن إحنا هنمشي جون في بجون، فالحمد لله يعني. هم خمونا. خمونا وفرق الحمد لله في السكور. لا النهارده ماتش عالمي بصراحة. صحيح. عالمي بصراحة. غادة نجمة اللقاء. لا أنا في الأول قايلة لك السر بتاعنا في الجون. صحيح. النهاردة غادة يعني أظن صدت بتاعت حوالي 3 انفرادات 4 انفرادات خالص. ده غير اللي صدته في الستة على ستة. غير ما شاء الله، يعني إحنا لو بنعمل إحصائية مش أقل من 10 كورة. 10 كورة. ما شاء الله. هي اللي عملت الفرق. هي اللي عملت. أنا في الأول قايلة لك إن الجون هو 3/4 الفريق. صحيح يا كابتن. والحمد لله هي النهاردة فعلا أدت القوة للفريق. فرقتها. صحيح. صحيح. كابتن رأي حضرتك ايه؟ انا قلت لك ان شاء الله هنكسب لسبب بسيط، انا ما قداميش غير الفوز. فالبنات ابتدت ترجع لوضعها الطبيعي ان هي نازله تكسب، ولعبوا على هذا الاسلوب. بس كان ممكن يبقى ضغط عصبي، بس ده ما شفناهوش الحمد لله. ما دي برضك النتيجه للجهاز الفني،
اكيد قاعد كلمهم ونهدى ونمسك كوره. صحيح سرعوا في بعض اوقات الكوره في وقت مش مفروض تتسرع، بس زي ما كانت كلمه السر غدا كان كلمه السر الدفاع الجيد والهجوم الخاطف. بالظبط، يعني النهارده سجلنا من الهجوم الخاطف يعني لو عندنا احصائيات مش اقل من 6 جوان. الثقه لما بتيجي بتفرق مع اللعيب. صحيح. وخلينا نقول يا كابتن برضو انه الفريق اللي احنا بنلعبه اوكارا مش فريق سهل، يعني امكانيات جسمانيه كبيره، برضو عندهم هاندبول كويس، تعادلوا مع الفرق اللي كسبتنا فاحنا كسبين النهارده 29-15، يعتبر دبل سكور. هم فريق يعني حضرتك لو بصيت دلوقتي بيضربوا ضرب فظيع، ورغم كده البنات تحملت وكان بتجري على الكوره وكانت في رغبه قويه جدا للانتصار، ودي اهم حاجه. خلينا اقول ان مستوى البنات زاد مع البطوله. ايوه ده اكبر مكسب. صح، ده هو صح. هو ده اللي بيحصل. صح، يعني ابتدوا يسخنوا اكتر ويبقى عندهم الاصرار الاكبر ان هم يكسبوا. وخلي بال حضرتك برضو اللاعبات دي بتهيألي، انا مش عارف يعني لو كانت خدت بس اعداد قبل البطوله دي او يعني لو لعبنا ماتشين جامدين زي دول طبعًا قبل البطوله طبعًا كان ممكن نخش في المود على طول. طبعا الاعداد ده اهم حاجه. صحيح، الاعداد ده اهم حاجه. ولو توفر لهم برضك لو مع اي نادي بره معسكر حتى 10 ايام مع اي دوله، هو اللي حصل ضغط المباريات بتاعه الدوري اكيد ما كانش عندهم مسافه ما بين نهايه الدوري، يعني مش النادي الاصلي لا نهايه الدوري مع بدايه البطوله. فتره قصيره جدا ما كانش ينفع فيها معسكر خارجي. طب خلينا، مين من اللاعبات اللي حضرتك شفتيهم من احسن اللاعبات النهارده غير غاده؟ هو طبعا انا عندي، انا من اول يوم يوم الافتتاح وانا كان لافتين نظري قوي نمر 11 و88 نمر 11 دعاء ممتازه و88 و98 ياسمين وحيد و99 كانت نمره 3 ساعات كده تبص تلاقيها ايه تفوقت وبعدين تنام ما بتقومش يارا. فانا بحفظ ارقام اكتر لاني كنت حكم، فانا ما بحبش احفظ اسامي فبحفظ ارقام. صحيح، فهم دول كانوا لافتين نظري. تسعه النهارده تفوقت برضك على نفسها لان ما ظهرتش في الثلاث ماتشات اللي انا شفتها. تسعه ياسمين الناصر اللاعبه اللي قدمت من النادي سبورتنج النهارده كانت هايله. ياسمين الناصر النهارده كانت هايله، وعندي كمان ياسمين وحيد كانت هايله. الياسمينات الياسمينات كلهم يعني خلينا نقول ان الياسمين النهارده ورده متفوقه في مباراه النهارده. لا انا عندي اسراء. اسراء 55 هايله، رغم انها مصابه وتحس انها يا عيني بتجر في رجليها. اسراء سيد. هايله هايله، هي كانت فايتر جامده وبتموت نفسها على كل كوره. خلي بالك اسراء مش سليمه. ايوه واضح، ده الحاجه اللي احنا بنقولها ان هي يعني حضرتك تلاقي رجليها بتنطرها كده لانها بتوجعها، بس رغم كده بتجري وبتدخل اجوان وبتنام يعني. والنهارده كان في برضو سبب في النصر، نصره نصره كان سبب في النصر. يعني الهيه بس النصر. هي بس هي نصر، هي فرق الهيه بس. نصر النهارده كانت ممتازه في ايه بقى كمان يا كابتن؟ في التصويب البعيد. والتصويب المفاجئ، يعني بتعمل بتتحرك برجليها وفجاه تصوب على المرمى. ده بيخدع، نوع من انواع الخداع. صح، يعني راي حضرتك ايه يا كابتن؟ لا كلامك صح 100%. يعني في اجوان الحته بعيده وفجاه وصل ليها في الجول وبعدين قويه جدا وسريعه جدا. لا ده غير الدفاع القاتل. النهارده انا بسمي دفاعنا كان دفاع مميت، بس جت في لحظه ماشي، بس جت في لحظه بصينا لقينا رجليهم ثبتت على الارض. تعب يا كابتن، حرام. ما هو ده الخوف بقى يعني. بس الحمد لله النهارده ما خدتش 3 دقايق. ما استمرتش كتير، ما استمرتش معاهم كتير، وفقوا لنفسهم وخلاص هنفوز هنفوز. طيب طيب معانا عبر الهاتف كابتن الفريق مي هشام. اهلا يا مي والف مبروك. كابتن هيثم الله يبارك فيك، ربنا يخليك. وطبعا برحب كابتن نجلاء وكابتن اميمه. مي على فكره النهارده مستواكم الطبيعي. احنا ذاكرنا بس الفرقه واتفرجنا عليها مرتين وهم بيلعبوا، وعملنا تحليل احصائي يعني كابتن محمد سليمان في الولاد ساعدنا في الموضوع ده، ولحد الساعه 12 بالليل واحنا بنتفرج عليهم كل واحد قبل ما ينام مركز هيعمل ايه، كل واحد ليه دور. وخاصه كان عندنا لعيبه مهمه هي اللي كانت بتخلص، يمكن انا اللي كنت بدافع عليها، كنت طالعه معاها مان مفصول عن الملعب خالص. الحمد لله توفقنا ان احنا نوقفها ويعني ونشل حركتهم جميعا يعني. طيب يعني النهارده خلينا نقول ان انتوا اديتوا اداء رجولي في الدفاع.
في الدفاع بالذات يا ميمت النهارده كنتوا غير طبيعيين. يعني ده نتيجه ايه؟ نتيجه روح ولا نتيجه قارين الفرقه؟ يعني نتيجه ايه؟ نتيجه تعب سنتين، مش هقول لك اكتر من كده. احنا كان صعب علينا ان احنا نطلع من البطوله ونبقى تاسع، واحنا شقينا سنتين مستنيين اللحظه دي. احنا قصرنا اول فرصتين لينا في اول ماتشين ضاع مننا، فاحنا كنا محبطين جدا، فكان الماتش ده بالنسبه لنا حياه او موت على الاقل عشان نرجع جوه البطوله، ما نبقاش يعني بشوناتنا دلوقتي. انا اختلف مي، انا اختلف معاك يا مي، انتوا ما قصرتوش الماتشين الاولانيين او الثلاث ماتشات، انتوا ما قصرتوش بالعكس. لا انا اختلف، لا لا انا اختلف، انا ما كانش حلفنا يعني. انا اختلف معاكي، انتوا كنتوا سوبر، حته قله خبره دي مش بتاعتكم، ولكن انتوا كنتوا سوبر الثلاث ماتشات، والنهارده ده مستوى فريق كره اليد سيدات في النادي الاهلي، النهارده هو ده المستوى الحقيقي. احنا بنحاول بس يا كوتش نقول ان احنا ابطال مصر، واحنا فعلا بنرفع يعني اسم مصر. النتيجه ما كانتش في ايدينا خالص، بس بنحاول نأدي عشان على الاقل نقول ان احنا موجودين، لان زي ما انت عارف يا كوتش كان في ضغط كمان من الجماهير وكده، فده كان مؤثر علينا بشكل سلبي رهيب كلنا، حتى يعني الجهاز وكده، كنا ما حدش قادر يضحك، ما حدش قادر ياكل، كنا محبطين جدا. فالحمد لله ترجمنا ده النهارده في الملعب شويه تركيز وشويه عزيمه من جوه، ده فرق معانا كتير قوي. طب مي شايفه مباراه بكره ازاي يا مي؟ مباراه بكره صعبه، احنا لسه هنبتدي نبص بقى على الفرقه، لو معانا ماتشات ليها هنبتدي نبص، حتى لو ربنا ما وفقناش بكره بس نقدر نحسن من النتيجه بتاعتنا ونلعب لاخر البطوله، ما نبقاش خارجين يعني، ما نبقاش بنلم شنطنا وماشيين دلوقتي، لا احنا مكملين وموجودين وادينا والحمد لله. بس التاهل كان على اخر لحظه، بس الحمد لله قدرنا نحسمه، وده كان من الشوط الاولاني كمان يعني، الحمد لله بدانا ايه نفوق يعني. ماي اقول لك على حاجه، انت لو لعبتوا زي النهارده هتكسبوا ان شاء الله. صح. ان شاء الله. يعني انتوا لو لعبتوا شافت الماتش اللي قبلنا قالت لنا كده، قالت لنا مش بعيده ونقدر نجيبها، فعلى الله يا رب يا كابتن عيد. لو دفعتوا بس زي النهارده يا مي، لو دفعتوا بس وجريتوا فاست بريك زي النهارده هتكسبوا بكره ان شاء الله. صح. ان شاء الله. مي هشام كابتن الفريق بشكرك والف مليون مبروك. كابتن نجلاء طيب. لا هي خلاص فصلت. كابتن نجلاء راي حضرتك ايه على كلام مي؟ هو زي ما احنا قلنا في الاول ان هو درسوا الفريق كويس. صحيح. درسوا وبعدين التصميم عندهم، لما بتقولك احنا قعدنا بالليل ندرس كل واحده تدرس حتى كابتن محمد سليمان المحلل بتاع فريق الولاد. كابتن محمد سليمان كله ساعد، هو ده النادي الاهلي كله ساعد. قالوا احنا محتاجينكم، طب تعالوا. كله ساعد ان هم يعملوا المنظر الجميل اللي شفناه النهارده. طيب. يعني احنا قاعدين بنتفرج عمالين نقول الله، نسقف، بص بص البصه دي، بص التشوب بيعملوا ايه. صحيح. مش مشدودين، احنا في فرحه في الماتش. رايك يا كابتن اميمه على كلام مي؟ هو اولا صح اللي هم عملوه، ان هم قعدوا زي ما يقولوا ايه، هضموا الفرقه اللي قدامهم. صح. نازلين من غير خوف زي ما انا قلت في الاول، ما قداميش غير صحيح. اني اكسب. صحيح. فما فيش مجال اني اتخض او اخاف او اتردد، لا انا نازل اكسب، هو ده اللي عملوه النهارده. خلينا نقول للساده المشاهدين، بكره مباراه قبل النهائي، بكره مباراه دور الثمانيه ان شاء الله مع بيترو اتلتيكو الانجولي تاني الدوري الانجولي الساعه 1 الظهر. وقت ضيق، احنا دلوقتي بنتكلم الساعه تقريبا اولموست 7. محتاجين يناموا كويس، محتاجين يعرفوا برضو معلومات عن الفرقه الثانيه، وده الكلام اللي قلته لحضراتكم في اول اللقاء، ان احنا عندنا معلومات دلوقتي. ايوه. قبل البطوله، بدايه البطوله ما كانش عندنا داتا عن اي فرقه. راي حضرتك في الكلام ده يا كابتن؟ هو بالنسبه انا الكلمه اللي هوجهها لهم للفرقه، بكره ما فيش خوف. برافو. لسبب بسيط، ده اول السوبر الافريقي، يعني نمره واحد. بيترو اتلتيكو مش اول السوبر، مش الثاني، بريميرو السوبر. بريميرو السوبر، انما الوصيف بتاع السوبر فاب الكاميروني. فاب الكاميروني. البيترو اتلتيكو هو دلوقتي البيترو ده الفريق الثاني في الدوري، شركه بترول في انجولا. انا رحت انجولا وشفت هناك. هم اكبر فرقتين هتلاقيهم في كل العاب الصالات بيشاركوا. بيترو فرقه ابتدت من حوالي نقول 10 سنين او 15 سنه تظهر على الساحه في انجولا. أيوة. انما بيريميرو بقاله عشرات السنين. عشرات السنين. بالظبط. اتفضل يا كابتن. فهم ما يخافوش بكره. انا انزل العب بنفس المستوى والثقه اللي لعبوا بيها النهارده. والدفاع. والدفاع. النهارده كنت انا واثق في نفسي، الفرقه هتخاف مني.
برافو. يقول لك الله دي يعني فرقه خسرانه 3 ماتشات وفجاه تكسب دبل سكور وفجاه تكسب ماتش دبل سكور دبل سكور. وبعدين انا الناس ده خلاص مش فارقه معايا حاجه يعني انا إلعب. عارف انا بلعب ايه خلاص انا هلعب براحتي وبرضك امسك ملعب صح وهداني وفهمي كله ودماغي مع المدرب والتوجيه اي توجيه يجي لي من الملعب اهدي الملعب وما اجريش على جريهم. خلينا نقولها كابتن ياسمين محمد 98 اللي رقم 98 ياسمين محمد عملت على الدايره 3 4 كور اتسقطوا لها بنده كده بامانه فرقوا معانا جدا بس بردك كان في كوره منهم كانت لازم تنزل للوينج لان كان قفلوا عليها قفلوا عليها وصممت تسقطها لها كان الهدف تقريبا 22 فهو ده كان انا قلت الوينج فاضي الوينج فاضي جميل دخل الحمد لله يا رب كده نمشي كده فلازم افتح عيني على الملعب كله واشوف مين الفاضي واوصل له الكوره صحيح كابتن نجلاء يعني طيب هستاذن حضرتك هنروح ناخد كابتن ياسر صلاح طبعا معانا على التليفون الف مبروك يا كابتن ياسر ياسر الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا كابتن هيثم ويا رب يا رب اللقاء ان شاء الله كابتن ياسر النهارده مستوى النادي الاهلي الحقيقي بالظبط ويكفي ان الفرقه دي متعادله مع الفرقه اللي كسبتنا والرد جه في الملعب كابتن ياسر الحمد لله الحمد لله كابتن ياسر قلت لعيبتك ايه قبل المباراه بص طبعا انت عارف ان البطوله دي جديده عليهم بالنسبه للسن اللي معايا ده كله تمام وعندنا مرحله صعبه جدا ان انا اطلع بعد نفسيا من بعد الفرقه ما تعرضت لاول 3 فرق هنقول ان هم احنا اقوى مجموعه موجوده في الدوره تمام الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا بماتش النهارده وطلعنا بيه مكسب كبير ان احنا بناخد وقت طبعا انت عارف الخبره للعيبه انها بتاخد اكثر وقت كسبنا فيه خبره الماتشات اللي فاتت وبنوصل وبنعلى ان شاء الله مع البطوله دي. طب كابتن ياسر عندك معلومات عن فرقه بكره كابتن ياسر؟ بص احنا بنحاول والحمد لله في ماتشات ليها تمام هنتفرج عليها زي الماتشات بتاع اللي حصل النهارده اتفرجنا على الماتش بقالنا فتره تمام الماتشين اللي فاتوا هو الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها وباذن الله برضه الماتش اللي جاي باذن الله هنقعد نتفرج عليه تمام وباذن الله يبقى خير باذن الله. طب كابتن ياسر يعني الدفاع النهارده كان المفتاح الرئيسي للمكسب. نعم الدفاع كان المفتاح الرئيسي للمكسب. الحمد لله احنا عرفنا كل شغلهم باذن الله لعبنا على طبعا اتفرجنا على الماتش قبل المباراه تمام وقدرنا نعرف نقط ضعفهم ثاني حته تمام كان كلهم بيخلصوا من نص الملعب وده كان شيء ريحنا كتير تمام وقفنا خطوره الوينج رايت تمام ده احسن وينج اعتقد ان انا شايفه في البطوله كلها ما جابش جول الحمد لله الحمد لله. طب كابتن ياسر الوقت ضيق المباراه دلوقتي الساعه 7 انت خلصت ماتش بكره 1 الظهر هتعمل ايه؟ ايوه هنطلع على الاوتيل دلوقتي ان شاء الله هنحاول ان احنا ننزلهم انت عارف انت بالمستشفى تمام هنستل تمام لان مش فاضيين على المجهود دوت تمام وباذن الله نريح وبعد كده عندنا محاضره ان شاء الله بعد العشاء نتفرج على المباراه اللي كانت قبلنا اللي احنا فرقنا هنلعبها باذن الله. كابتن ياسر صلاح المدرب العام شكرا جزيلا والف مليون مبروك وربنا معاكم بكره ان شاء الله كابتن ياسر. تالي كابتن ياسر قال لنا انه عارف الوقت ضيق اكيد استعاد الاستشفاء التلج مهم جدا دلوقتي مغاطس التلج مهمه جدا ودلوقتي دي اساس الرياضه بنشوف كل اللعيبه في اوروبا حتى بعد ما بيخلص المباراه بيغطس بكامل جسمه في التلج وده مهم جدا جدا بس برضو البنات صغيرين يتحملوا هذا المجهود ان شاء الله الله ان شاء الله ان شاء الله يعني البنات بتهيالي يقدروا هيقدروا ان شاء الله ان شاء الله يعني هو ال 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 المنظر النهارده لو هم فضلوا على المنظر ده هيستحملوا ان شاء الله. طب قولي لي برضو يا كابتن يعني ماتش بكره اكيد في احجام اكبر مني شويه. على الدايره هتلاقي على الدايره هتلاقي على الدايره مفيش مساحات اللي خدناها النهارده واللي قدرت من خلالها ياسمين محمد تاخد منها كذا جون مش هيبقى موجود ده عندنا بكره. فلازم هنا بقى سلاح الهجوم الخطف. الشوط من بره والاجناب. الصوت من بره والهجوم الخاطف يا كابتن ده النهارده الهجوم الخاطف ده نقلنا حتى في اول مباراه ما ايوه الهجوم الخاطف والدفاع يكلم بعضه ما يسكتش يسلموا لبعض يعني يبقى زي ما بيقولوا ايه الراديو خربان افضل اتكلم امسك دي معاك الباك معاك الوينج معاك الفيرود معاك اللي بيقطع القطع بقى اللي بيحصل ساعات كانوا بيسرحوا صحيح. ويروحوا ضامنين ما ياخدوش بالهم اللي بيقطع من وراهم بالظبط صحيح فاللي بيقطع مني لازم ابلغ اللي جنبي فالكلام
بس ارجع اقول لك بقى حاجه يا كابتن مهمه جدا. دور المحلل التقني في رياضات العاب الصالات اصبح ضروره، لازم ده حاجه لازم تبقى موجوده. هو اللي انقذ الموقف. الله ينور حضرتك، هو ده اللي انقذ الموقف. برافو عليك. يعني انا بقول المحلل التقني لما بيقعد يتفرج على فرقه هيلاعبها ويديلك المعلومه، ايوه زي ما بيقول لك بيديلك بالمعلقه، ايوه المعلومه بتنزل قاري الفرقه وحافظ هتعمل ايه، شايف الماتش قبل ما يتلعب. احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي هنا في مصر. ليه ما محمد كابتن محمد سليمان معانا؟ يعني احنا دلوقتي يعني ابتدينا، لكن قبل كده الجزائر سبقنا من 88 بس بهذا الموضوع. الطايره معاهم محلل تقني من سنين، من سنتين ثلاثه اربعه. الطايره الباسكت فيه بس مش كل الانديه، ايوه اللي هو السكاوتر بيبقى قاعد بيعمل احصائيات على الفرقه الثانيه، وفي برنامج بيقطع برضو الفيديوهات نفس الكلام. ده في حاجه اسمها فولي داتا بيقطع لك الماتش او اللعيب اللي هتلعب قصاده، بيقطع لك فيديوهات. ايوه نفس الكلام في كره اليد. فخلينا نقول انه كابتن محمد سليمان النهارده كان ليه دور كبير جدا. طبعا طبعا قاعد يعني شربهم بالمعلقه. صحيح. كل واحده بتعمل ايه وبتشوط منين، فعشان كده التقفيل كان مظبوط. وللدرجه دي شفت الفرق. أيوة. دبل سكور دبل سكور. احنا ما عملناش حاجه، كل اللي عملناه قرينا الفرقه اللي هنلعبها. بالظبط، انت عليك تقراها واثق من نفسك تنزل هتخلص الماتش. بالظبط. وانا بتوقع ان شاء الله بكره يكون عندنا فيديوهات لاتلتيكو او بيترو اتلتيكو. اكيد عشان هيبقى الموضوع هيفرق معانا جدا ان شاء الله. اكيد هيفرق معانا. طيب نصيحه حضرتك ايه بكره للاعبات؟ الهدوء اهم حاجه. التانيين هيبقى قويه جدا، فسرعه ملعب مش هتبقى مش طبيعيه. فنفس الكلام اللي انا بقوله، انا في اللحظه اللي هم هيسرعوا الملعب انا موته لهم، امسك كوره وابتدي اهجم هجوم ضاغط علشان ما تحسبش عليا وقت ضايع. اهجم ووقف الملعب لغايه ما تتفتح لي الدايره. لازم هتتفتح، لازم يحصل خطا من الفرقه اللي قدامي. لكن الصبر 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 وهم الصبر في الهجمه. هم النهارده بينوا نفسهم ان هم فعلا لعيبه وقادرين وفاهمين الملعب صح. فان شاء الله بردك بكره هنحقق مفاجاه. كابتن نصيحتك ايه؟ نفس الكلام حضرتك اللي احنا قلناه، لازم يبقوا هادين جدا 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 وواثقين من نفسهم. بالثقه بالنفس دي اهم حاجه، انهم هيعملوا حاجه ويعرفوا ان هم كسبوا الفريق اللي قبليه بالثقه وبالصبر وبالحماس. برافو عليك. الثقه الثقه دي اهم حاجه. تهيألي بعد ماتش النهارده الثقه تزيد. طبعا طبعا 100%. يعني حضرتك لو بتبص لنا الماتش تاني بهدوء اكتر هتلاقي انهم بيتقاتلوا على الكوره، الباصات السريعه، الجري على الدايره، كل ده ثقه في النفس والنقلات. ما فيش يعني اظن غلطه او غلطتين اللي حصلت طول الماتش ان الكوره وقعت مننا. بس برضه بس ماتش النهارده يا كابتن يثبت للناس وجهه نظرنا الصح. ايه وجهه نظرنا الصح؟ ان الفرقه دي كويسه. طبعا الفرقه دي كويسه. وان الفرقه دي بس محتاجه خبره واحتكاك. ده احتكاك ايه؟ ده لعبوا تلات ماتشات في البطوله في نفس البطوله. ايوه مش احتكاك استنينا بعد سنه، لا ده احنا في نفس البطوله بتلات ماتشات، ماتش بنلعب نفس المستوى اللي لعبناه قبل كده. أيوة. محدش يقول الفرقه دي ضعيفه. لا لا بدليل ايه؟ متعادله مع الفرقتين اللي كسبونا. اللي كسبونا. واحنا الفرقه اللي خسرنا في اخر ثانيه مع الصفاره، احنا كسبين طول الماتش. بس الماتش ده التحكيم كان عليه علامه. أيوة. استفهام. ما هدي بردك الحاجه اللي ممكن اشاور عليها. انا مش عارفه يعني في اخطاء كتير العكسي، البنات بتعمل عكس كتير جدا الفريق المنافس. داخله شيطه اهي الكوره. لسه بتتعاد، نازله برجليها الاول في الارض وبعدين شاطت. انا مش عارفه هل اتلغت عمليه ان تدوس جوه المنطقه؟ لا ما اتلغتش طبعا. فانا مش عارفه. بص حضرتك بتتحرك لست وبعد كده شاطت لمست خلاص، ومش مش كره واحده. لا مش اقل من خمس ست كور. لو كنت شفت ماتش هيريتاج الكونغولي اللي لعبناه اللي خسرنا منه فرق جون. أي. التحكيم الحقيقه ما اعرفش، بس التحكيم كان في اخطاء كثيره جدا ناحيه النادي الاهلي. يعني كانت اخطاء ادت في النهايه ان احنا خسرنا فرق اهداف. هو طبعا عمليه احسن حكام موجودين المصريين. صحيح. فصعب انه يحكموا. لا والتوانسه بس ما فيش فرقه تونسيه مشاركه، عشان كده ما فيش حكام. عشان كده ما ردوش. هتلاقي كل الحكام يا اما انجوليين يا اما مصريين، ومش هيحكموا لنا اكيد المصريين. اكيد. يا اما كاميرونيين. ما هو الفرقه اللي جايه كل فريق جاي بحكم. حكام.
طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا كابتن أميمة نسيم، نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك. الحمد لله الحمد لله، مبروك للاهلي. ويعني نقول وش حضرتك طبعا وكابتن نجلاء كان زي الكل النهارده، هم البنات اللي رفعوا راسنا الحمد لله. فانا ببارك لياسر والبيسا الف مبروك وان شاء الله بكره. ان شاء الله بكره، ان شاء الله بكره باذن الله. نجلاء رمزي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. ويعني حضرتك بقى تطلعي من الفاصل تفطري، انا عارف حضرتك صايمه. الحمد لله الحمد لله. بنت النادي الاهلي عمرك ما تتاخري عن النادي. لا طبعا طبعا لا يمكن. النادي الاهلي مبروك للاهلي، مبروك لمصر كلها، لان الاهلي النهارده بيلعب باسم مصر، فمبروك للاهلي. اعزائي المشاهدين بكره ميعادنا 1 الظهر مع مباراه دور الثمانيه النادي الاهلي واتلتيكو بيترو اتلتيكو الانجولي في لقاء الحقيقه مهم جدا وقوي جدا. تابعوه على شاشتنا الساعه 1 الظهر بكره على ملوك السنوات. شكرا جزيلا لحسن المتابعه. مش مجرد اسم او شعار، مش بس لون فني لا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الاهلي اسمي في القلوب بحروف الكرة الطائرة الرجال ببطولة كاس مصر. احنا ملوك الصلاة. احلى كوره في مصر، رجعتنا لايام جميله. سيمبا هوما لعبها بوش رجلي وبعد كده خلاصه لعب الكابتن كوبيش. من احسن جون جابها في حياتي 1907 لغايه دلوقتي. بيت نجوم النادي الاهلي. ماتشات زمان السبت الساعة